اهلا بكم في الحلقه العاشره من التغيير ارجو ان تنمو في علاقه حقيقيه ضمن مجموعتكم كما ذكرت الحياه المسيحيه هي رياضه جماعيه لا يريد الله ان تكون مسيحيا وحيدا يستخدم الله كلمته روحه القدوس الظروف ويستخدم اشخاصا في عمليه التغيير لنشبه ابنه لكن العلاقات تتطلب وقتا انفتاحا ومثابرة. نحن منهمكين بمشاغل الحياة وهمومها، والنتيجة هي علاقات سطحية. العلاقة الحقيقية لا تبنى بسرعة. عليك أن تقول لا لبعض الأشياء في حياتك لكي تقول نعم للعلاقات العميقة والدائمة. يمكنكم أن تكونوا في مجموعة صغيرة، وأن تكون علاقاتكم سطحية. يمكنكم دراسة الإنجيل، وتناول الطعام، لكنكم لن تعرفوا بعضكم حقًا. اذا كنت ترغب بالحريه واختبار نقله نوعيه عليك ان تنفتح على عدد قليل من الاشخاص وان تسمح لهم برؤيه اجزاء فوضويه في حياتك واحيانا مكسوره اذا كنتم تتذكرون من الحلقه الماضيه الفكره كانت ان التغيير لا يحدث من المحاوله بل من التدريب اليوم ساساعدكم على البدء في التدريب وساقدم لكم بعض التمارين والادوات التي كانت عونا كبيرا لي على مدى ثلاثين عاما هاتوا الانجيل ودليل الدراسه ولنبدا كنت في مدرسه اللاهوت واتصل بي رجل لعبت كره السله في امريكا الجنوبيه ولعبت مع فريق استرالي واتصل بي رئيس منظمه سفراء الرياضه حين هبت شيفر كان ذلك قبل انفتاح الصين قال تشيب نجمع نخبه من لاعبي كره السله ليذهبوا الى الصين سنلعب في جميع انحاء البلاد ونبحث عن لاعبين سيذهب بوب ذلك الشاب في مدرسه اللاهوت وانا اريد ان اعرف انت مستعد اجل مستعد تماما هل تلعب اجبته أه نعم نعم فسالني كيف تبلون أه احرز في المتوسط عشره الى اثني عشر نقطه فريقنا حاضر وجميع الشباب لعبوا في جامعات كبرى شكلنا فريق ونطيح بالجميع انا في حاله جيده جدا تمريرات وهجمات امرر الكره وهم يضعونها في الشباك هل انت مستعد ساتصل بك مجددا اغلقت الهاتف وأتعرفون ماذا حدث؟ تبخر سلام الله. كنت ألعب في الدوري، لكن لم نكن نسجل النتائج. لم يكن أحد يوثق أي شيء. قمت بالتقريب. إلى الأعلى. تذكرت رسالة يوحنا: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. فقلت: يا رب، أنا آسف، أعترف أنني لم أقل الحقيقة. آسف، أرجوك اغفر لي. ضمني إلى الفريق. لكن لحظه من المفترض ان يعود السلام لكن لا فكرت لن اتكلم اليك ايها الروح القدس يمكنك ان تذهب لتعمل مع شخص اخر وسالحق بك لاحقا مضى يومان وفكرت هذا لن ينفع حسنا يا رب ماذا ماذا تريد ان افعل تشيب اريدك ان تتصل بباد شيفر وتخبره انك كذبت عليه واخبره انه ربما لا يبحث عن شخص يعلن الحق لكنه يكذب على رئيس المنظمه لكن يا رب انا في مدرسه لاهوت لا يبدو جيدا ان اخبر رئيس المنظمه بذلك جبت العالم مع تلك المنظمه ويعتقدون انني رائع لا نريد ان نفسد ذلك اجابني الرب انت من عليه الا يفسد ذلك بعد يومين اجريت المكالمه مرحبا بات انا تشيب اتعرف كل تلك الاحصائيات انا اخترعتها لكني مستعد أظن ذلك، وأريدك أن تعرف أنني أرغب بكل قلبي أن ألعب. بوب وأنا صديقان، وأنا أيضاً أريد أن أذهب، لكنني اخترعت أشياء، أسميها مبالغة، لكن الله يدعو ذلك كذباً. لا أعتقد أنك تريد أحد يستعد لتعليم كلمة الله ليذهب إلى الصين ويكذب. ما أحبه في بوب؟ لم يجبني كما يفعل معظم المسيحيين، جميعنا نفعل ذلك. قال: أنت محق، شكراً لاعترافك. لا لا نريد شخصًا لديه هذا النمط من الكذب، أنا أسامحك، وسنبحث عن لعبين آخرين. هنا جهاز التدريب، هذا هو التدريب، مارس الاعتراف. مارس الاعتراف. عندما تكذب، مارس الاعتراف. عندما تخطئ حول الحقائق، لو لم تكن متعمدًا، صححها. مارس الاعتراف. عندما تقول كذبة بيضاء لشريكك أو لزميلك أو لرئيسك مارس الاعتراف سيقولون إنها ستة بدلاً من اثنين هذا غير مهم إنه مهم لي أقول لكم كان من المحرج جدا لثلاثين عاما القيام بممارسة الاعتراف لا أقول إنني فعلت ذلك لتسعين يوما بعدها لم أكذب أبدا لكن لا أقول إنني كنت في رحلة ولم اعد ابالغ كما كنت افعل ليس لدي كذب ابيض كما كنت وعندما افسد الامر اذهب الى الشخص واعتذر منه سواء كان موظفا او احد اطفالي او سواء كانت حاله او عملا او في احد المقاهي هذا ما عليك ان تفعله عليك ان تقول اتعلم لا اريد ان اكذب لانها عاده اساسيه العادات الاساسيه مثل الدومينو عندما أنجح في ممارسة أحدها، أمور أخرى ستتحسن، أتعلم ماذا؟ سأتدرب، سأكرر الدفعات وسأكون بلا تردد شخصا نزيها مع نفسي ومع الله ومع علاقاتي وعملي وأطفالي، سأقول شيئا، افعل ذلك في التسعين يوما، والأبحاث تخبرنا أن العادات الأساسية لها تأثير الدومينو عندما تبدأ تسقط الأشياء في مكانها. تقول الأبحاث إن من يرتبون أسرتهم يكون يومهم أكثر إنتاجية. الذين يتناولون العشاء معًا يرتفع معدل طول عمر زواجهم، إنها عادة أساسية. الذين يمارسون الرياضة بانتظام، ويأكلون بشكل صحي أكثر، ربما لأنهم سيقولون إن أكلت هذا سيستغرق الكثير من الرياضة لإحراقه. النزاهة هي عادة مهمة أساسية روحية تغييرية، عندما تبدأ سيبدأ الله تأثير الدومينو. حجر الدومينو أو العادة الأساسية التالية هي عن قضية الغضب أو السيطرة على المشاعر. الآية 26 اغضبوا ولا تخطئوا. لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكانًا أو حرفيًا موطئ قدم كوجود شرخ في الباب. ضعوا مربعًا حول كلمة اغضبوا وضعوا رقم واحد فوقها. ضعوا مربعًا حول غيظكم وضعوا رقم اثنان لأنهما كلمتان مختلفتان كلاهما عن الغضب ولكن هناك تعريفان مختلفان. عليك أن تغضب ومعظمنا كمسيحيين لا نغضب بما فيه الكفاية هناك غضب يبقى دون حل وهو سلبي وينتج ضررا في روحك وفي علاقاتك وفي حياتك هدف التدريب السيطرة على المشاعر وصية التدريب هي اغضبوا لكن لا تخطئوا وممارسة التدريب هي توقف عن الغضب الذي يقود إلى الخطية والأذى التجديد هو ان تدرك مخاطر الغضب الذي يبقى دون حل لا نتعامل مع غضبنا وساشرح السبب والانواع للغضب عليك ان تدرك انك سواء تقيات الغضب او ابتلعته او سربته عليك ان تغير ذهنك عندما لا اتعامل مع غضبي فانا اسمح بنشاط شيطاني سيسكب الاكاذيب في ذهني ويقود الى الخجل والشعور بالذنب ويحطم العلاقات أنا في الواقع أعطي الشيطان فرصة في قلبي وحياتي عندما أغضب دون أن أجد الحل. وسأشرح السبب بعد ذلك تضع التعبيرات المناسبة للغضب دعونا نتأمل في هذا اغضبوا الكلمة هي أورجي تعريفها الغضب الذي يكون عادة مستقرة في الذهن ويثار في ظروف معينه عاده مستقره تثار في ظروف معينه انها عاطفه باره ان تغضب عندما ترى الظلم عندما ترى الشر عندما ترى احد يعنف ويذل عندما تكون الامور غير عادله او غير نزيهه غضب يسوع وقال: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وعبر عن غضبه بشكل جسدي، ولم يخطئ، صرخ: اخرجوا! اخرجوا! أهانوا الهيكل. ثم توجه إلى القادة الدينيين، وهم يعرفون كلمة الله جيدا. أيها القبور المبيضة، يا أولاد الأفاعي، أيها الثعابين، أنتم قادة عميان. إنه يوبخهم. ولا يقول ذلك بصوت خافت انتم قاد عميان يا ثعابين كان غاضبا لماذا لانهم كانوا يضلون الناس ويتظاهرون بالتدين كانوا خبثاء كانوا منافقين كان ذلك الخمير في حياتهم قال يسوع احذر من الخمير هل نسينا الخبز لا يتكلم عن نفاق الفريسيين كان واضحا لقد أمرتم أن تكونوا غاضبين الغضب يحفز انتبهوا جيدا أطلقنا مؤخرا خدمة لوقف الاسترقاق الجنسي في منطقة الخليج لأن الناس غاضبون هذا لا يجوز سنساعد المساكين لأن ذلك يغضب الله أرسلنا فريقا إلى الهند وشعب دليت هم الأدنى مستوى وليس لديهم فرصة لحياة كريمة ينظر الله الى ذلك فيغضب الظلم الاجتماعي وعدم الايمان اطعمناهم وعلمناهم الغضب يحفز انا شخصيا شغفي ان اساعد المسيحيين ليعيشوا كمسيحيين اود ان اقول انه سيكون من الجميل جدا اذا عاشوا بتلك الطريقه والتاثير الذي سيحدث ولكن الجزء الاخر اني كنت على وشك ان افقد العلاقه مع المسيح لانني نشات في كنيسه حيث يقول الناس شيئا ويعيشون شيئا اخر ولم يتم تعليم الانجيل ولم تكن هناك قوه وعندما ارى المسيحيين لا يعيشون كمسيحيين فان رد فعلي الاول الذي احاول ان احتفظ به لنفسي انا اغضب اغضب جدا جدا ثم ادركوا ان الله يحبهم هذا هو سبب ولاده خدمه العيش على الحافه سبب أخذنا التعليم ونشره في جميع أنحاء العالم، إليكم ما سنفعل، نريد مساعدة الأشخاص العاديين مثلنا بنعمة الرب ليعيشوا تلك الحياة، لأنه عندما ينشأ الأطفال كمسيحيين يحبون بعضهم البعض بالرغم من أنهم غير كاملين، لست كاملاً لكنك تعيش كمسيحي وتتبع المسيح وأنت صادق، وعندما تخطئ تعترف، وعندما يحدث كل ذلك تحدث النهضات. لذا اغضبوا اغضبوا بطريقه مختلفه ثم يقول لا تغرب الشمس على غيظكم الكلمه هنا مختلفه هذا غضب التهيج غضب السخط وغضب المراره وغضب الاستياء هذا نوع الغضب الذي يسببه الناس لك عندما يهملونك وعندما يؤذونك ويقومون بخيانتك يحدث ذلك عندما تشعر بالظلم في العمل، يمكنك أن تغضب وتتحول هذه العاطفة من شيء جيد إلى شيء سيء. يحدث ذلك عندما لا يحقق شريكك توقعاتك، أو عندما تقترب منها وتقول لك: ليس الليلة لا أريد أن أكون معك، فتشعر أنك جرحت. فلا تعرف ما تفعل هذا الجرح يحدث عندما لا يهتم بك زوجك فتشعرين انه مستهلك في العمل ويفكر انها مستهلكه مع الاطفال عندما تتكلم الى شريكك في الغرفه عن امر ما وتبقى الاطباق مكدسه على حالها وانت متعب من تنظيفها كل مره وهو لا يفهم ثم يبدا الاستياء وتلبس نظرات جديده نظره الغضب لم تكلمه ثم تنظر إليه من خلال عدسات الغضب وفي كل مرة يفعل بها شيء تبدأ بتضخيم المشكلة أتعرفون ماذا يفعل هذا الغضب؟ إنه يقص قلبك ويدخل العدو ويقول لابد أن هناك شخصا أفضل منه وكل ما تفعله هو أن تركز على المشكلة المشكلة والأمور التي لا يفعلها إن الغالبية من حالات الطلاق ليست بسبب عدم التوافق بين الشخصين بل كما قال يسوع: بسبب قساوة قلوبكم. والقلب يتقصى عندما لا تسامح، ولا تتعامل مع غضبك، ويبقى غضبك دون حل صحي، ويدمر علاقتك مع الله، لأنك لن تتمكن من التكلم معه وأنت غاضب، وسيدمر علاقتك مع الناس الذين تحبهم. لذا عليك أن تبدأ بالتدريب. عليك أن تذهب إلى التدريب وتقول: تمرين الصدق على هذا المقعد، وهنا عليك أن تبدأ بتمارين الذراعين، لذلك مباشرةً سأذهب إلى التدريب، وسأسيطر على عواطفي أيضًا، سأغضب، لكنني لن أخطئ، سأفكر بشكل مختلف عن الغضب، سأدرك أنه إذا كان عندي غضب دون حل، فأنا أفتح نفسي للنشاط الشيطاني. الشيطان لا يحتاج للظواهر البصرية أو السماعية أو اختبار غريب إذا كان بإمكانه أن يجعلك تشتري كذبة أو يقودك إلى الغضب. انتهى أمرك. نظن أن الأشخاص الذين يعانون من الغضب هم من أدعوهم المتقيئون. رجاءً لا ترفعوا أيديكم، لم أقصد أن أقول هل من أحد يعرف المتقيئ؟ لا، أنا آسف. الذين ينفجرون غاضبين، أبي كان متقيئاً. جزء من خوفي منه كان أنه رجل جاد، مدمنا على الكحول، كان رائعا في الكثير من الأشياء، لكن إذا أخطأت كان يصرخ بعنف وكنت أرتعب، أرتعب جدا. نظن أن أولئك لديهم مشاكل غضب. طبعا لديهم مشاكل مع الغضب. التقيت بهذا النوع. وتكلمت معهم وقدمت المشورة، كانوا يقولون: لا أزال أفعل ذلك، لا أزال أفعل ذلك، لا أريد أن أفعل ذلك، وهم نادمون ويبكون، يقولون: أنا آسف، لم أقصد، انفجرت غاضبا، لكن لا أستطيع التوقف. كان رأيا يقول: أحاول أحاول، لكنني لا أستطيع التوقف. سنتكلم عن كيفية التوقف. لكن قبل أن تقولوا: أتمنى أن يضبط هؤلاء أنفسهم، هناك طريقتان للتعبير عن غضبنا. هناك البالعون. تعلمتم في مكان ما أن جميع أنواع الغضب سيئة، بالرغم من أن هذه الآية تقول عكس ذلك. إذا كان كل الغضب سيئاً ففي كل مرة تغضب ستقول: لا يفترض أن أغضب، أشعر بالغضب لكن لا يفترض أن أغضب، لذلك تبلع وتبلع، وبحسب الخبراء، 90% من حالات الاكتئاب متجذر في الغضب المحول. الى الداخل هنا وعندما تبلع غضبك طويلا لا يسبب ذلك الاكتئاب بل الشقيقه والقرحه والادمان بسبب الغضب الذي يبقى دون حل لا يهتم العدو بالطريقه التي يدمرك بها هناك مجموعه ثالثه ادعوها الماكره لا ينفجرون يبتلعون القليل لا يصنف الجميع بدقه تحت احدى هذه المجموعات انا اتصف باثنين منها ان كنتم مثلي اهلا في رابطه الغضب النوع الثالث هو الذي علي ان احترس منه المسربون المسرب عدواني سلبي شخص يؤذيك او يجرحك وتشعر بالغضب لكنك تدرك أن الأمر سيصبح سيئا بالفعل إذا عبرت عن غضبي أو لا أريد أن أعبر عنه أو أنا خائف من التعبير فتأخذ الغضب من الملعب الخطر وتجلبه إلى الملعب حيث تشعر بأنه آمن فتمتلئ بالسخرية والتلميحات والتعليقات والانتقادات تعرف ما هي الامور التي تزعج الناس فتضغط عليها لتنتقم وتؤذيهم وفي النهايه يقوم الغضب بمعاقبه الناس على ما فعلوه بك وفي حقك مثلا اذا كان الالتزام بالمواعيد مهما لهم تتاخر عمدا وتستمتع بانزعاجهم يحبون الترتيب تكون فوضوي نفعل ذلك مع رؤسائنا في العمل وفي العلاقات انت مسرب هكذا تتعامل مع الغضب. السيطرة على المشاعر والتعامل بشكل مناسب مع الغضب. هناك أداتان، الأداة الأولى، جهاز التدريب، هو ممارسة رسائل أنا أشعر. رسائل أنا أشعر. سأريكم ما أعنيه. آه، هذه القضايا حساسة جداً، لن أستخدم توضيحات شخصية تخصكم، لذلك سأستخدم توضيحات تخصني، اسمعوا جيداً. تعلمت معظم هذه الأشياء عشوائياً، أنا وتيريزا أتينا من عائلتين مفككتين، كانت أكثر شخص تقي قابلته، أحببنا بعضنا، كنا ندرس الإنجيل، كنا نصلي، لكن لم نكن نعرف كيف نحل مشكلة الغضب. لذلك.. عندما كانت تتأذى بسببي، كانت استجابتها هي الانسحاب والانعزال بشكل تام. تلك كانت ردة فعلها. لقد أذيتها. كنت أتكلم كلمات قاسية. لم أكن أصرخ. لذا كلما تجادلنا، أذيتها وهي أذتني. نذهب إلى السرير دون أن نتكلم. كنت محبطًا، أستلقي على السرير. كنت أضع يدي خلف رأسي. هذا أسلوب، استخدموه. لا لا، أنا أمزح. بعدها كنت اتحرك واتنهد التنهيده تعني انتظر ان تعتذري مني نعم انا جاد كان رد تيريزا في كثير من الاحيان هكذا يعني انا نائمه او اتظاهر لانني لن اتعامل مع هذا بعد التنهيده التي لم تنجح غالبا كنت اقوم بالهز والالتفاف إذا تنهيدة هز وهز السرير إذا كانت نائمة بالفعل سوف تستيقظ وإذا كانت تتظاهر ستفهم الآن بعد أن أدرت ظهري باتجاهها لدينا مشكلة هززت بما يكفي وأنتظر الاعتذار في سنواتنا الأولى لم يحدث شيء كنا نستيقظ علاقتنا متجمدة ثم يمضي اليوم الأول والثاني وكما تعلمنا نتصرف كأن شيئا لم يحدث نعود لبعضنا كالمعتاد باستثناء تلك الجراح والغضب دون حل العدو يزرع الأكاذيب وعندما تفعل شيئا أمتعض والآن أنا لا أحترمه يمكنك أن تفعل ذلك وتكرره وتكرره وبعد سنوات ستنظر إلى شخص آخر وتقول لما يتصرف شريكي هكذا أتعلم لم أعد أحبه لم نعرف كيف نتعامل مع الغضب اذا انا في مدرسه اللاهوت الله لديه برنامج تدريب جيد وانا احبها لكنها تثير جنوني هل تكرهون ان تعيشوا مع شخص في نفس المنزل وليس هناك شعور بالالفه والتواصل بينكما لا تعرفون ما تفعلون لذلك صليت صليت وصمت وصمت ثم تكلمت تكلمت واجابتني لا اريد ان اسمع بطريقه لطيفه كان هناك أستاذ جامعي يعلمنا تقديم المشورة الرعوية، تكلمت معه فقال: لدي أخ وهو قس، يعرف الإنجيل جيداً، هو مستشار جيد، أنتم بحاجة إلى 12 جلسة، سنقدم لكم سعر الطالب 85 دولار وسيساعدكم كثيراً، أنتم بحاجة لتعلم التعبير عن الغضب وكيفية التواصل، وأنا أحصل على 1000 دولار في الشهر في المدرسة والعمل. أخبركم بذلك لأن بعضكم بحاجة لما سأقوله وهذا ما عليكم القيام به ذهبت إلى المشورة المسيحية 12 جلسة جلسنا وعلى بطاقة بقيت على ثلاجتنا لسنتين مكتوب أشعر بفراغ عندما فراغ أكتب ذلك لأنكم ستضعونها على ثلاجتكم، أشعر بفراغ عندما فراغ، عندما تغضب تقول أشياء مثل: يجب عليك، أنت أبدا، أنت دائما، أنت مثل والدك، أنت تأتي إلى البيت متأخر، وأنت تجيب: أنت باردة، وكل تلك الأمور. ثم تقول: أنا آسف، أنا أسامحك، لكن الشريط يتكرر. نهاجم بعضنا عندما نغضب، ورسائل أنا أشعر. أنا أشعر بالألم عندما أعود إلى البيت واهتمامك منصب على الأطفال ولا تشعرين بوجودي. أشعر بأنني غير محبوبة عندما أكون مع الأطفال وفي منتصف وقت العشاء، أنت تجلس وتشاهد الرياضة أو تقرأ الجريدة بينما يرقد الأطفال بين قدمي ولا تهتم. أشعرُ بالرفض عندما أعودُ إلى البيتِ بعدَ غيابِ أسبوعين، ويمضي أسبوع على رجوعي ولم نمارسِ الحبَ بعد، وأنا أعدُّ الأيامَ مهلاً أنا لستُ راهباً. أشعرُ بالإهمالِ عندما تغيبُ لمدةِ أسبوعين، وأولَ ما تفعلُهُ هو قضاءَ ستّ ساعاتٍ في ملعبِ الجولف. هل يبدو هذا مألوفاً؟ اليكم الفكره كن عاقلا وقل اشعر بالاذى اشعر بخيبه الامل عندما اشعر بالاهمال عندما افعل ذلك عندما تكون عاقلا وبعد الصلاه ولنبدا بتقديم رسائل انا اشعر كان احد صراعاتنا الكبرى انني اعود الى البيت متاخرا وهي قامت باعداد عشاء شهي بالرغم من قله المال حدث ذلك مرارا وتكرارا وتجادلنا مرارا كان الامر بالنسبه الي لا داعي لكل هذا الغضب فانا اعمل انا اذهب الى المدرسه بدوام كامل وان تاخرت فهذا لا يهم الطعام بارد لا امانع ولم افهم وهكذا تعلمت عندما ساتاخر مجددا ان الهجوم الجيد أفضل من الدفاع السيء، هذا مثير للإشمئزاز، لكنني كنت أفكر سأدخل، سأنتقدها وأشير إلى إلى أمر بحيث يكون ذنبها بدلا من ذنبي. هل ذلك سيء ومثير للإشمئزاز؟ أدخل وأنا مستعد للقتال، ألقي نظرة على الأطفال، هناك شمعتان على الطاولة، هنا طبقي، الطعام عليه وهي جالسة. أنا مستعد للقتال حسنا هيا 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 فلنتقاتل فلنتقاتل لكنها لا تفعل وأجلس وهذا طعامك ما زال ساخنا أرجو أن يعجبك ماذا يجري؟ كانت تصغي إلى المشورة وأن لا وبعد دقيقتين تقول لي وعيناها دامعتان: "تشيب، أشعر أنك لا تحبني عندما أقضي معظم اليوم من أجلك، وأنا أصنع وجبة لأعبر عن مدى أهميتك ومدى حبي لك. أما أنت فتتأخر. ليس، ليس هناك لوم. أو إجبار أو أبداً ودائماً، أرأيتم ما فعلت؟ هذا ما أشعر به، كان ذلك رقيقاً وتحت السيطرة. أيتها السيدات من الصعب أن تصدقن، لكن لم أربط قط بين تأخري والحب. كان الأمر أنها أرادت هذا وأنا أردت ذلك. لماذا؟ لماذا هي مصرّة؟ لاحظوا هذا النوع من الفروقات نعم نحن مختلفان في ذلك اليوم بسبب رساله انا اشعر تعلمت ان سلوكي يوصي رساله بانني لا احب زوجتي لدي مشاكل كثيره لكنني احبها ليس انني لم اتاخر بعد ذلك بل تم تجديد ذهني نقرت على حذف ثم تجديد ذهني من سأقوم بالأمر على طريقتي والمكافأة أنني سألعب كرة السلة إلى أريد أن أحب زوجتي والمكافأة الثقة والنعمة والاتصال على كل المستويات. ما سيحدث إذا استخدمت رسائل أنا أشعر مع أطفالك؟ أشعر بالأذى عندما أتكلم إليك فترد هكذا حتى في مجال الأعمال كان شاب يتكلم عن رئيسه ويقول: أشعر بخيبة أمل عندما أساعد على إنشاء المشروع، ولكن عند عرضه على المدير لم يتم إشراكي. أشعر بخيبة أمل، ذلك طبيعي. أتعلمون ما يفعله الناس؟ يشعرون بخيبة أمل، يبتلعون ذلك، لديهم غضب، يدخل العدو فتحصل أشياء سيئة. الأمر الآخر هو تقديم طلب مباشر. الغضب متجذر في التوقعات ونحن نتوقع من الناس ان يقراوا افكارنا اذا انا الرجل الذي سافر اعود الى البيت افكر في زوجتي احبها واهتم بها وبالنسبه لي التواصل الجسدي هو اقوى طريقه لتشعر بالحب افكر تريد ان تكون معي لا أفكر لديها أطفال، وهذا يستهلك وقتها، وهي تفكر: أحتاج للتواصل، أحتاج للتكلم، أريد إخباره عن الفواتير، نحن بحاجة لأن نقضي الوقت معا، أريد أن أراه. كنت على متن الطائرة، سأذهب للعب الجولف، ثم ستكون الليلة رائعة. لن تكون، لماذا؟ عليك أن تطلب مباشرة، هذه أنماط. لديكم هذه الأنماط. الطلب المباشر هو البدء في تحليل ما هي عاداتكم اعرف انك ستسافر عندما تعود هل يمكنك ان تحجز وقتا لنخرج ونتناول القهوه معا ونتكلم ارغب في ان امشي معك والطلب المباشر هو عزيزتي اتفهم انك مشغوله لكن خلال اول يومين عندما اعود الى البيت انا احبك وافتقدك واريد ان نتواصل جسديا قم بطلب مباشر. قدّم طلبات مباشرة عن جميع الأشياء. قلّها بوضوح وبشكل مباشر. كثير منا يخاف من الرفض، فنقوم بالتلميح، ثم نقوم بلجزة هنا ونكتة هنا. هناك رسائل خلف ذلك. لديك غضبًا دون حل، والرسالة هي أنك لست صادقًا. وعندما تكون غير صريح، يكون لديك غضب دون حل. لذلك علاقتك مع الله ومع نفسك والآخرين لن تكون على ما يرام أبدًا. لهذا تأكلين عندما لا تكونين جائعة؟ لهذا تدخلون إلى مواقع إباحية، وبعضكم يصارع مع الكحول والمخدرات، وبعضكم يدمنون على العمل، وكل ذلك موجود في الكنيسة. ليس الأمر هذه المرة سأحاول بالفعل يمكنك أن تحاول تحاول لكن هذا يعني اذهب إلى التدريب على مدى تسعين يوما المقبلة هل أنت مستعد لتقول يا الله سأتدرب لأكون صادقا العادات تشكلت ولن يتم كسرها بسهولة يجب استبدال العادات السيئة بالعادات الجيدة الأبحاث تقول لا أحد يكسر العادات لوحده تحتاج من يساعدك. ربما أنت تعرف الآن عني أكثر مما تريد أن تعرف. كل القصص من رحلتي الخاصة تكشف قضايا حيث كان علي أن أتدرب. الكلام عن هذه القضايا كنظريات ومبادئ سهل. لكن المسألة مختلفة عندما تتكلم عنها في الحياة اليومية. إنه الفرق بين قراءة كتاب عن التمارين الرياضية وحقيقة الدخول إلى النادي ورفع الأوزان. أردتكم أن تشعروا بأنكم في النادي. أريدكم أن تتعلموا بعض الأشياء بطرق عملية تعطيكم أدوات لكي تذهبوا إلى التدريب. لهذا أستخدم عبارة جهاز التدريب في دليل الدراسة. عندما أتكلم عن ممارسة الاعتراف كممارسة رفع الأثقال. ممارسة الاعتراف تقوي عضلات الصدق، ورسائل أنا أشعر مثل القيام بالتمارين رسائل انا اشعر تبني عضلات الغضب المضبوط كما ترون من التعليم لدي الكثير من الحماس والقناعه اولا لانني اختبرت قوه التدريب في حياتي ونتج عن ذلك تغييرا كبيرا هذا لا يعني انني وصلت الى الكمال لكنني تغيرت لانني خضعت الى التدريب ثانيا لانني رايت الكثير من المسيحيين لا يزالون عالقين سنه بعد سنه لأنهم مهزومون ولا يعيشون الحياة التي يريدون أو التي يريدها الله لهم. عندما تبدأ بالمناقشة، ارجعوا إلى موضوع الغضب. السؤال الذي أريدكم أن تناقشوه بالنسبة لك، ما هي أهم الأشياء التي تعلمتها اليوم عن الغضب؟ أتمنى لكم وقتاً ممتعاً وإلى اللقاء. لو فاتك ميعاد الحلقة ممكن تشوفها على اليوتيوب وشجع غيرك وشيرها على الفيسبوك ولو عندك سؤال أو استفسار ابعت لنا على سكايب تويتر أو الإيميل لكن لو حابب تتواصل معانا وبشكل مباشر كلمنا على التليفون